وجه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة لجنة رياضة الموروث الشعبي التابعة للجنة الأولمبية البحرينية بإقامة مسابقة جديدة تحمل اسم الوصية، وذلك تطبيقا للحديث الشريف علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. تأتي إقامة مسابقة الوصية تمسكا بالسنة النبوية الشريفة والمحافظة عليها ونشر ثقافتها لدى أبناء المجتمع البحرينية المعروف بالتزامه بدينه. وتقام مسابقة الوصية بتنظيم من لجنة رياضات الموروث الشعبي خلال شهر نوفمبر المقبل، حيث تشمل هذه المسابقة على 3 ألعاب رياضية هي السباحة لمسافة 800 متر والرماية بالسكتون، إضافة إلى سباق القدرة لمسافة 40 كيلومترا.